السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. رجعت لكم بفيديو واحد اخر اللي تمنيت باش نتقاسمه معكم بكل فرح وحب وتفاؤل. شعراني فرحانة واش نقولكم ما تصوروش. واخيرا قدرت باش نروح نزور قلعة سانتا كروز بمدينة وهران، شاءت الاقدار حتى طلعت لها مع راجلي والعائلة تاعي وليداتي الحمد لله. حوست كيفاش نقولها لكم بالأعين بتصويري الخاص من كل حب بقلبي. إن شاء الله يا ربي تعجبكم، ولا شفتوا كاش أخطاء غمضوا عينيكم وزابوا لاكسيون وقعدوا معايا واستمتعوا بهذه المناظر الخلابة اللي فغيمو ما تلقوهاش في أي مكان من مدينة أي مدينة موجودة في الجزائر. راكم عارفين احنا عندنا هذا هو الشيء اللي يميزنا في من البلدان الأخرى، يعني حتى مدينة متشبه الأخرى. هنا رانا في قلعة سانتا كروز الموجودة في جبل المرجاجو بمدينة وهران. كي تطلعوا لهنا تقدوش تحبسوا في ما تقدوش تفوتوا وما تحبسوش في اي منطقه. هنا انا قدرت حبست في هذه المنطقه ونقاريت لا فواتور وصورت لكم هذه لا زون اللي ما تصوروش كيفاش المنظر تاعها شباب بزاف بزاف بزاف. الطريق شويه صعيبه بزاف، اللي عندها هذيك لافوبي راه يتخاف بزاف، لكن من تشوفوا المناظر رايحين ما تخافوش من بعد. كاين طرق باش توصلوا، سواء تدوا اللوطو تاعكم سواء كاين تاني الميني بيس يطلعوكم حتى القمه. كاين دي باركينغ وين تقارو الوطا تاعكم تاني، ومن بعد تطلعوا وانتو ممهنيين. لا سيكوريتي موجوده 100%. واش نقولكم، شوفوا كيفاش هاد المناظر ما تستاهلش باش تطلعوا وتزوروها، امبوسيبل. انا ان شاء الله نكون شوقتكم ومازال نزيد نشوقكم اكثر واكثر. هنا رانا في البلاصه وين كاين الباركينغ تاع الوطا، هنا وين كاين المسجد اللي راه مبني، اسم المسجد اللي هو عبد القادر الجيلاني، اللي بنا واحد الضريح وسماوه على الضريح عبد القادر الجيلاني. راكم شفتوا حوست كيفاش نصور لكم كل المناطق من كل جهه. هذه هي قلعه سانتا كروز، قلعة ولا أجمل، باقية حافظة على الشكل تاعها الخارجي بخس تقولوا 90%. حتى بعد هاد مرور السنين الشكل تاعها والعوامل الطبيعية اللي فاتت عليها يتو باقية، الحسن باقي كما هو. لكن للأسف الداخل إن شاء الله يا ربي الحكومة تاعنا تحوس كيفاش ترمه وتحافظ على الشكل هذا الشكل باش تبقى معالم أثرية والناس تجي وتزوره وتكثر السياحة عندنا إن شاء الله. وكما راكم تشوفوا معايا كاين باساج مريح باش تطلعوا ترونكيلمون، لكن إذا كان عندكم وليدات صغار لازم تحموهم وما تطلقوش وليداتكم باسكو الطلعة ماهيش محمية 100%. يعني بقات المناظر كما راها. القلعة راهي موجودة في أعلى قمة كما قلت لكم بجبل المرجاجو، بنوها الإسبان من عام 1577 إلى عام 1604، حطوها في أعلى قمة علاش باش تحمي مدينة وهران وساحل وهران، باش كي جو على الاستعمار ولا يجو يدخلوا يشوفوها من كل الجوانب. وكما قلت لكم في بالي على علمي ما كاينش غير هذه القلعه، كاين ثلاث قلاع موجوده بمدينه وهران، وهذه وحده من هذه القلاع. ان شاء الله تكون عندي فرصه ونزور هذوك القلاع في ايام المقبله او في الاعوام الجايه ان شاء الله اللي ربي يكتب. كما شفتوا فيها بوابه كبيره، القلعة متكونة من طابقين، راكم شفتوا لا فورم تاعها والشكل تاعها باقي كما هو، ما تخسر ما والو رغم كل السنين اللي مرت، بقى والعوامل الطبيعية المؤثرة عليها بقى الحسن كما هو، لأنها بنيت خصيصا على هذا الشكل باش ما تأثرش فيها الجانب الطبيعي. لكن الداخل شويه تاثرت ما على باليش وعلاش، ان شاء الله يا ربي السلطات المعنيه السلطات الجزائريه تتدخل
وتعاود ترمم وتعطيها شكل ومنظر وجمال باش تزيد تجلب الزوار. وحتى الشعب تاعنا هو تاني معني باش يتحافظ على نظافة المكان، يعني لازم تحافظوا على شكل المكان، ما يليقش الواحد كي يجي موراكم ويشوف القمامات ولا الأوساخ اللي راكم تخلوها موراكم. طبيعة الحال كما راكم تشوفوا أنا تعمت وخليت هذه الصورة باش تشوفوا، يعني السلطات والحكومة راها تجي وتنقي المكان، لكن إذا كنتوا نتوما في كل مرة تجوا وتقيسوا موراكم ما غاديش نخلو الشكل اللي راهم يحافظوا عليه يبقى ديما. ان شاء الله يا ربي تكون فيكم ضرة الاحساس وتحافظوا وتلتزموا بالهد العادات وتحتفظوا وتحافظوا على المكان تاعكم. هذا المكان هو مكاننا دروك، لازم الواحد يستحفظ عليه. وشوفوا من كل نافذة حوست كيف نصور منها، تشوفوا منظر يختلف على المنظر الآخر اللي تشوفوا من نافذة أخرى. لو كنتوا معايا كنتوا قادرين تحسوا بواحد الإحساس وواحد الشعور ولا أروع. صراحة أنا تمنيت باش تكونوا معايا، وأنا أتمنى لكم إن شاء الله تجوا وتزوروا وتشوفوا بعينيكم وتشوفوا لاني زيد عليكم كاش حاجة ولا. أما بالنسبة لأحسن وأجمل شعور هو لما تطلع للحصن في أعلى قمة وتطلع وتشوف هذيك لاتيغاس هنا وين تشوف العالم الجزائر اللي تعطيك واحد الإحساس ولا أروع. شوفوا كيفاش المنظر، شوفوا جمال، شوفوا هذيك الألوان المرفرف اللي لها ترفرف في الأعالي اللي تحسوا بقيمة قيمة الحصن وقيمة الشيء اللي بناوه هنا والقيمة اللي استرجعناها تاني بعد الاستعمارات بليتو اللي احتلت في المدينة. شوفوا كيفاش هاد الجمال ولا أروع. نتمنى نجو حتى لهاد البلاصة وتوصلوا لها وتصوروا كيف فيها كيما تصورت أنا فيها أنا وليداتي. أما بالنسبة لكنيسة سانتا كروس بنوها سكان مدينة وهران تكريما للدعاء اللي استجب لهم، كانوا يدعوا سيدة العذراء بعدما حل عليهم الوباء الكوليرا في عام 1847. حل عليهم هذا الوباء وبعد الصلوات والدعاء طاحت أمطار غزيرة وين هذا الوباء اختفى كليا. أما لا بنوا هذه الكنيسة وحطوا فيها الستاتيو تاع العذراء اللي راهي تشبه نفس العذراء تاع مدينة مارسيليا لنوتر دام دو غارد، شبهوها ليها وحطوها في تما وين كل عام يديروا طقوس الحج تاعهم. كل عام يروحوا يديروا احتفالات لحين يوم الاستقلال 1962 حبست تماما لاخر عام في هذاك العام وين حبست وداروا اخر طقوس. اما لا تما وين حبسوا ما عاودوش داروا هذه الطقوس.
ومن بعد الاستقلال قام متطوع جزائري اللي كان كشغل غادعته في هذيك الكنيسة وكانت مبنية في أعلى قمة من جبل المرجاجو. هو ده تحدي، هي كانت قصة، أنا نظن بلي قصة، ولكن هذه القصة صحيحة أكدوها لي في التعليقات، ولكن حاجة أخرى جديدة ما نعرفهاش ماذا بكم تحطوها لي في التعليقات. لكن هاد الأقاويل كانت كاذبة أو لا، أما لا، هاد الإنسان المتطوع بنى هاد المسجد في أعلى من أعلى قمة الحصن اللي راه موجود القلعة تاع سانتا كروس، واللي راه المسجد موجود حتى حدا ضريح الوالي الصالح عبد القادر الجيلاني، باش هكاك تكون قيمة الديانة تاعنا أعلى من قيمة الكنيسة الديانة المسيحية. إن شاء الله المعلومات تاعي تكون صحيحة وما نكونش أخطأت، هذا على حسب ما حوست، راكم عارفين ندخلوا الجوجل ونشوفوا، وبغيت نتقاسم معكم المعلومات كما راهي. إن شاء الله المعلومات هذه اللي تقاسمتها معكم تكون معلومات صحيحة، ولا ما كانش معلوماتي صحيحة ماذا بكم تقاسموها معنا في التعليقات، واللي عنده شي كاش حاجة يكتبها لي في التعليقات بيان سور. أنا تمنيت باش تطلعوا وباش تشوفوها وباش تزوروها، خطر جاي إن شاء الله بإذن الله إلى ربي يكتب نعاود نرجع ونروح للمسجد ونعاود نهبط تاني للكنيسة ونصور لكم كاع لي زون من كل شيء، وندير لكم فيديو كامل بقلعة سانتا كروز بجبل المرجاجو بالأحرى من الفوق حتى للتحت كما راكم تشوفوا معايا. أمون دو فو بزاف الغاشي بزاف، ما قديناش وين نقارو حليها، ما قديتش وين ننزل، كنت متأثرة بزاف ما نكذبش عليكم، غادتني لما نزلت لتحت وغادتني تاني لما طلعت للمسجد، لكن ان شاء الله ربي يكتب ونعاود نرجع لها ونصور لكم كل لي زون وندير لكم فيديو احسن من هذا الفيديو، نكون ديجا تعلمت اكثر واكثر. حبيباتي حتى النزول حوس كيفاه نصور لكم من هذا الجانب اللي منظر ولا اروع، قلت لكم الخوف راح، طلعه كانت شويه صعيبه لكن التنزيله كانت ولا اروع ولا اروع، مناظر خلابه طبيعيه. باش نقول لكم شوفوا الغاشي، شوفوا لا سيركيلاسيون حتى لوين واصله، حتى هنا صراحه نتاسف اللي ما كانش مناطق وين نقدروا نحبسوا لا فواتور ونزيدوا نشوفوا المعالم الاثريه اللي راها موجوده في هذا الطريق، كاين بزاف 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 معالم. ان شاء الله السلطات المحليه يقوموا بالواجب تاعهم ويرموا في كل بلاصه ويديروا من اماكن مخصصه باش نقدروا ندخلوا لها فاسيلمون، كما راكم تشوفوا كاين دي شاتو بارتو، معالم اثريه، دي بون تاني وين الناس كانت تجمع نظن تما وكانوا يديروا احتفالات ولا ما على باليش. ان شاء الله يا ربي تحسن من الاوضاع الطرق والاماكن ويسهلوا هنا اكثر واكثر. حبيباتي انا كان هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله كنت وفيت ما تديروش على لافوا تاعي، ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو نعاودها لكم بلافوا واخد اخرى صحيحه من هذه، طلبوا لي ربي بالشفاء العاجل ونعاود نرجع لكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى. تمنيت لكم الراحه والامان ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايكات والتعليقات البارتاج لو ماكسيموم، واللي دخلت لقناتي مرحبا بها، على عيني وراسي ان شاء الله وكل فيديوهاتي تكون عجبتكم. ما تنساوش تابونو وتفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد فيديوهاتي. الى راني في القمه قولوها لي، ولما زلت عندي اخطاء اخرى ولا الشيء اللي ما عجبكمش ماذا بكم تحطوه لي في الكومنتير. متع لكم وخليت لكم الراحه ان شاء الله، باذن الله نتلقاكم في فيديو واحد اخر، تبقوا على خير.